يعني اللي ما بيقراش قرآن طول العام ولو ختمه مرة واحدة خلال هذا الشهر يبقى طب أنا بالنسبة هسأل له حضرتك كويس سؤال، قوي. ليه ما بيقروش القرآن؟ سؤال. هيقول والله أنا أحيانا قلبي يعني نفسي أقرأ بس لما أروح للمصحف كده مش عارف في إيه، بيحصل فيه حاجة كده نفور. أولا هذا بسبب الذنوب والمعاصي اللي موجودة عند الإنسان، لأن الذنب ده بيخلي في وحشة بينه وبين القلب، ووحشة بينه وبين الطاعة. وحشة بينه وبين الإيه؟ وبين الطاعة. فإذا أوحشتك الذنوب فاذهب إلى الطاعات واستأنس بها. أيوة. جاهد نفسك، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع الإيه؟ وإن الله لمع المحسنين كما قال ربنا تبارك وتعالى. نعم. لذلك سيدنا الحسن البصري، وهنا كلام خطير جدا، تفقدوا الحلاوة في ثلاثة أشياء وإلا فاعلموا أن الباب مغلق. طب فين؟ قال في الذكر وفي الصلاة وفي قراءة القرآن. وإلا فاعلموا أن الباب مغلق. فأنا هدرب نفسي دلوقتي. لكن الناس اللي بتقرأ القرآن، هو مطلوب لازم يعني أختم القرآن؟ هو مش لازم أن أختم القرآن أصلا، بس العلماء استحبوا أن الأصل أن الإنسان يختم القرآن على الأقل مرة واحدة. فين؟ في العام، في رمضان. طب جابوا الكلام ده منين؟ فهموا الكلام ده من سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إن سيدنا جبريل كان بينزل على النبي عليه الصلاة والسلام في كل رمضان يدارسه القرآن. يدارسه ليه؟ القرآن. وفي العام الذي مات فيه عليه الصلاة والسلام درسه القرآن مرتين اتنين. فالعلماء يستحبوا كده، يقول لك على الأقل إن أنت تختم إيه؟ تختم مرة واحدة. لكن بعض الناس بيقول مش قادر، يعني مثلا أنا يدوبك بقرأ الصفحة دي بيطلع عيني وهين اللي خلفوني عبال ما اخلص الصفحه دي في ساعتين ثلاثه اربع ساعات. فعاوز اقول له مفيش مشكله، اقرا الذي يقرا القران كما قال سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له اجران. يعني سيدنا النبي كمان ما سابوش من غير اجر، له ايه؟ له اجران. لذلك سيدنا عبد الوهاب الوراق كان احد تلامذه الامام احمد بن حنبل رضي الله عنه، شاف الامام احمد في المنام بعد ما مات. والامام احمد له قصه شهيره إن هو يعني جلد وضرب بسبب القرآن مخلوق ولا مش مخلوق وما إلى ذلك. وكان سيدنا الإمام أحمد بن حنبل كان يعني القصة بتاعته مضربا في الثبات على الطاعة وعلى دين الله تبارك وتعالى بسبب القرآن. فسيدنا عبد الوهاب الوراق شافه في المنام فبيقول له هل جلدوك يا أحمد؟ قال نعم. فبيقول له ماذا قال الله لك؟ قال سألني هل جلدوك يا أحمد؟ قلت أنت أعلم يا رب. قال هل جلدوك يعني بسبب القرآن؟ أنت أعلم يا رب. فقال سيدنا الإمام أحمد كأنه يخاطب ربه يعني، فبيقول له يا رب ممن تتقبل القرآن؟ هل من قرأه بفهم أم بغير فهم؟ يعني بفهم وبغير فهم؟ فقال إنما أتقبل من قرأ القرآن ممن قرأه بفهم وبغير إيه؟ وبغير فهم. هو الأصل الإنسان يقرأ. هيقرأ هيلاقي رسالة ربنا ليه. يعني اقرأي كده، امسكي صفحة من كتاب ربنا تبارك وتعالى هتلاقي رسالة ربنا ليك. بس ركزي وتدبري، أفلا يتدبرون القرآن كما قال الله رب العالمين. ولذلك العلماء رضي الله عنهم لما كانوا بيقرأوا القرآن، داخلين بقى على شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه الإيه؟ فيه القرآن. وربنا تبارك وتعالى قال إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة كما قال ربنا في سورة دخان. فإحنا محتاجين لإحنا نتدبر القرآن الكريم. كان أحد الصالحين يقرأ كذا ويوصل مثلا في سورة الأحزاب ليسأل، أنا هقرأ الآية وحضرتك يعني قولي لي إيه رأيك كذا، ليسأل الصادقين عن صدقهم. فأحد الصالحين يقرأ الآية ويقف ويبكي. فبقول له أنت بتعيط ليه؟ قال يا رب تسأل الصادقين عن صدقهم؟ يعني اللي صدقوا دول تقول تعالى انت هو انتوا لماذا صدقتم؟ كان الصدق من اجل الله ولا من اجل البشر؟ يعني انت صدقت والصدق طاعه، الطاعه دي كانت من اجل الله فيها اخلاص ولا كان فيها رياء؟ فبقول طب امال احنا اهل الكذب هتعمل معنا ايه يا رب؟ ثم يبكي رضي الله عنه. ايه يعني بسيطه جدا، يعني قصيره جدا. في القران الكريم، ومع ذلك احدهم كان يقرا ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فيقول الثياب اللي انا لابسها دي نعيم، وربنا اداني نعمه البصر فده نعيم، والحياه اللي انا عايشها دي نعيم. طب انا ربنا النعم اللي ادهاني دي انا اعصي بها الله عز وجل؟
ما ربنا يسألني ثم لتسألن يومئذ عن الايه؟ عن النعيم. احدهم كان يقرأ في الجاثية مثلا ودي بيسموها مبكى العابدين. أيوة. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. يعني الناس اللي آمنت وعملت الصالحات كمين؟ كالذين اجترحوا السيئات سواء محياهم أم ماتهم ساء ما يحكمون. فكان الصالحون رضي الله عنهم يقرؤون هذه الآية ويبدأ بيبكوا لما يقرأوا هذه الايه؟ هذه الآية. وفعلتها أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها وارضاها. يعني مسروق رضي الله عنه يقول مررت على أمنا عائشة رضي الله عنها فوجدتها تقرأ تصلي وتقرأ قيام الليل. قال فكانت تقرأ أم حسب الذين اجترحوا السيئة. فوقفت طويل يعني وقفت وقت كبير جدا جنب السيدة عائشة. يقول رضي الله عن سيدنا مسروق يقول فمللت يعني مللت القيام. طب أعمل إيه؟ طب ما تروح تشوف حالك كده. قال فذهبت إلى أقصى المدينة. نعم. وعدت فوجدت أمنا عائشة رضي الله عنها تقرأ أم حسب الذين وتبكي رضي الله تبارك وتعالى عنها وإيه وأرضاه. فهنا طيب. ولذلك القرآن مهم جدا. لازم نفهم يا أستاذة إن هو إن شوف حديث سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام إن لله تعالى أهلين من الناس. أهلين جمع أهل. إن لله تعالى أهلين من الناس أهل القرآن هم أهل الله وخاصته.